السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا عدة أخبار هامة بشكل سريع ومختصر. بداية ضعوا إعجاب للفيديو وشاركوا الفيديو عند أصدقائكم على الواتساب مشان الجميع يعرف هاي التفاصيل. الموضوع الأول يا أخواني، خبر سار لكل شخص توقفت الكملك تبعه بولاية اسطنبول. مثل ما بتعرفوا أخذ موعد لتحديث البيانات أو لتثبيت عنوان النفوس عم ياخذ وقت، أحيانا شهر اثنين ثلاثة عم يطول. فبالوقت الحالي يا أخواني في عندكم حل سريع بدون أخذ موعد، بإمكان كل شخص توقفت الكملك تبعه إنه يروح على توزلا ويرجع يفعل القيد تبعه اخواني في حال كان واقف القيد تبعه بسبب النفوس. طبعا الاوراق المطلوبه اخواني عقد اجار وفاتوره، وخذوا معكم اثباتات بشكل عام وقت بدكم تروحوا لهنيك. طبعا للتحقق من قيد الكملك اذا هو واقف ولا شغال رح خليكم عده روابط باول تعليق مثبت اخواني كتير مهمه. قبل ما تروحوا تاكدوا من صحه الكملك تبعكم، من عناوين النفوس تبعكم، اذا ما في داعي للروحه لا تروحوا على الفاضي. الموضوع الثاني واللي هو جدا موضوع هام اخواني بالنسبه لحساب البنك وبالنسبه لحجز موعد اثناء زيارات العيد، عم يطلبوا حساب بنك، هل لازم يكون الشخص في على اسمه حساب بنكي؟ لا. طيب الاشخاص اللي ما عنده حساب بنك شو تعمل؟ تستعين باحد الاصدقاء اخواني بحساب البنك تبعهم، هو عباره عن دفع يعني مثله مثل الشراء عبر الانترنت، فقط عباره عن دفع، ولكن بدل ما يكون دفع باليد عم يكون دفع عن طريق الانترنت. الموضوع جدا بسيط ومانه معقد نهائيا. طبعا اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب بقسم التعليقات رح جاوبكم ان شاء الله. الموضوع الاخير يا اخواني واللي هام جدا، من بكره رح يرجعوا الطلاب يداوموا بالمدارس، رح يستمر الدوام إلى غاية عيد الفطر. كل عام وأنتم بألف خير جميعا، كل الحب والاحترام، تحياتي لكم، سلام عليكم.